معنا من الموصل مراسلنا وسام يوسف عبر الهاتف. مرحبا بك معنا وسام. دعنا في صورة التطورات لديك حيث أنت موجود مع إعلان النصر في الموصل وتحريره وتحرير المدينة من تنظيم داعش، تفضل. نعم بالفعل، اليوم تم إكمال تحرير مدينة الموصل بالكامل على الأرض عسكريا هذا الموضوع، ولكن الأهالي هنا في مدينة الموصل بانتظار إعلان النصر، إعلان خطاب النصر من قبل السيد رئيس الوزراء الذي هو متواجد حاليا في مدينة الموصل وفي الجانب الغربي. ربما في الدقائق القليلة القادمة سيتم إعلان هذا الخطاب وإعلان تحرير مدينة الموصل بشكل كامل. الأهالي هنا أيضا يحضرون لاحتفالات شعبية كبرى، السيارات في شوارع الموصل تحمل الأعلام العراقية إضافة إلى الأناشيد الوطنية، هناك فرحة واستعداد للاحتفال في الأيام القادمة. الكثير من القيادات العراقية أو الضباط الكبار العراقيين يستعدون لهذا الاحتفال أيضا ويتوجهون إلى المكان الذي سيتم فيه إعلان النصر وتحرير مدينة الموصل بالكامل. نعم نعم، إذا لم يعد أي من الأحياء وأي من المقاتلين الدواعش موجود في مدينة الموصل بشكل مطلق، صحيح وسام؟ بالفعل نعم، كمقاتلين داعش أو كقناصين لم يعد هناك لهم تواجد في مدينة الموصل، ولكن هناك أعمال تطهير للبحث عن بعض عناصر داعش، بعض مقاتلين داعش الذين يختبئون بالمنازل خاصة الموصل القديمة، هناك فيها بناء عشوائي كبير تحتاج إلى وقت لغرض تفتيش. القوات العراقية تقوم بالتفتيش من منزل إلى منزل لغير مشطت المنطقة القوات العراقية من ربما الألغام، المفخخات أو أي شيء قد تركه تنظيم داعش ومقاتليه في المناطق التي انسحبوا منها أو هزموا فيها؟ نعم بالتأكيد القوات العراقية تقوم برفع العبوات الناسفة وبعض السيارات المفخخة التي تركها مقاتلو داعش، ولكن الجزء الأهم الذي تقوم به القوات العراقية هو البحث عن عدد من مقاتلي داعش اختبأوا في بعض أزقة وفي بعض منازل الموصل القديمة، خاصة أن هذه المنازل تحتوي على سراديب أرضية على أنفاق، تحاول القوات العراقية البحث عنهم بعدما ألقوا أسلحتهم واختفوا. هذه هي المهمة التي تقوم بها القوات العراقية في هذه الأثناء، ولكن وجود مقاتلي داعش كقوة قتالية أو كقناصين أو لا وجود لهم حاليا في مدينة الموصل بالكامل. انتهت هذه العمليات وهذا الجزء تحديدا انتهى. مقاتلي داعش المتبقين الذين كانوا محاصرين والمتبقين رموا أسلحتهم وحاولوا أو لا زالوا يحاولون الاختباء والإفلات من القوات العراقية. ليس هناك أي وجهة من الممكن أن يلتجئوا إليها. حافة النهر مراقبة بشكل كامل. هذا اليوم حاول عدد من مقاتلي داعش عبور نهر دجلة بعدما تمكنت القوات العراقية من تحرير منطقة الميدان بالكامل المحاذية لنهر دجلة. أكثر من 30 من مقاتلي داعش، 30 عنصر منهم حاولوا عبور النهر من الضفة الغربية لنهر دجلة، ولكن كان هناك تصدي لهم من قبل القوات العراقية قتلتهم جميعا خلال أيام. شكرا لك وسام. نعم وصلت الصورة كاملة. على كل الأحوال سنتابع معك آخر تطورات في الموصل في نشراتنا اللاحقة. شكرا وسام يوسف مراسل أخبار الآن متحدثا عبر الهاتف من الموصل.